جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عز الدين حسن يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه الآية تفسيرها ظاهر واضح، وهي لها سبب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا بعض كبار قريش في مكة قبل الهجرة، يرجى أن يسلموا ويهديهم الله لينتفع بهم المسلمون، وكان لديه ابن مكتوم، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإعراض عنه مشغولا بهؤلاء الجماعة، فعاتبه الله في ذلك. والأمر واضح. نعم. بارك الله فيك.